قول لي يا كوك بقى، يعني عايز اعرف اللعيبه اللي انت تتوقع هاخد منك لعيبه واخد من احمد عبد الله نفس هيقولي نفس اللعيبه ولا انا بس هتختلف؟ هاخد تكملة من السؤال بتاع احمد عبد الله، اجابة كده ايه نص، بقى؟ ان احنا لازم نبالانس الاول ما بين الاثنين. اللعيب الصغير انت بتلعب في نادي الزمالك، طبعا. فنادي الزمالك يعني بطولات، فانت لازم بتعوده على كده من هو صغير. لازم انت بتشتغل عليه ان هو يطلع بس في السن القريبة الصغيرة دي قوي ولا في ما السن يطلع شوية؟ الصغير يا كابتن، ده تعليمي انا بعلمه، بس في نفس الوقت هو لازم ياخد بطولة، مش ان انا اخش كل بطولاتي واخسرها واقول لا ده انا عندي لعيبه طبعا كويسه طبعا، كابتن ما مهم عنديش انك انت كده. تربي فيه بتطلع روح البطولة، بالظبط يا جدع، بتطلع لان انا يعني، نادي بس ما الزمالك. يبقاش الهدف الاساسي. لا لا مش هدف الهدف اساسي، الاساسي لا ان مش انا هدف بربي اساسي. لعيب بثقله طب احنا وبديله بننشئ موهبة عشان حاجه، ده يبقى فريق اول بننشئ فيما حاجه عشان بعد. تكمل، يعني احنا بالظبط بنبتدي من تحت، احنا من الصفر. بالظبط، بنبتدي من الصفر، واحد اتنين تلاته، اساسيات الكوره ايه؟ لازم يتعلم اساسيات الكوره، تعليم لازم يبقى طبعا. يتعلم يعني انتماء نادي الزمالك. كابتن نادي الزمالك اسم كبير هل في قوي. حد متخصص في التعليم في نادي الزمالك غيرك انت واحمد طبعا مثلا؟ اه طبعا كابتن عندنا علي كابتن يونس. علي يونس، علي يونس طبعا حاجه جميله، الراجل ده عامل شغل يا كابتن بصراحه في ده ربنا، ده متخصص في تعليم بينزل المعارضه يشتغل مع علي بنفسه يونس طبعا. لعيب الاسماعيلي الكبير اللي كان جيلي انا، كان جيلنا الثمانينات، كان لعيب مهاري عالي جدا وسافر دول عربيه كتير، وكان من افضل المدربين اللي بيعلموا المهاره في دوله الامارات اعتقد، تمام. مش كده؟ ولما جه مصر احنا جبناه، والحقيقه الولد او كابتن علي يونس عامل شغل كبير جدا جدا، ان شاء الله نستضيفه باذن الله في حاله من دي حالات حاجه تحسب النشيد. لكم برضه يا كابتن طارق، احنا يعني احنا مقسمين، يعني لما حد يجي بحجم كابتن علي يونس يجي يشتغل مع المجموعه بتاعه الولاد الصغيرين دول، اكيد هيفيدهم اكتر مني. انا بفيد بجزء، الراجل ده برضه خبره عني كتير قوي، سافر فبيجي الامارات واشتغل في طبعا قطر اخيرا واشتغل مع السن ده كتير. او يعني احنا السن برضه ده احنا اه متخصص. متخصص يا كابتن. بالظبط متخصص في ده حته الكاس معينه. اللي ده الكاس اللي انتوا خدتوه. ده الكاس جميل والله، هو كبير لذيذ. شويه بس حلو، كبير وخفيف، تحس ان انت واخد بطوله اوروبا. كاس العالم بس طب قول يستحق لي يا يوم احمد ما بقى، جاي. مين الاسماء اللي انت تتوسم بص يا او كابتن، تتوقع يعني انهم يبقوا لعيبه كويسه في نادي احنا الزمالك؟ كابتن الصراحه بنشتغل على كذا لعيب، محور كذا محور، بس انا يعني ان شاء الله ان شاء الله متوقع ان في اربعه او خمسه ان شاء الله هيكملوا في النادي وهيبقوا ولاد النادي، هم دول يعني اللي جايين أربعة خمسة وهيشيلوا بس. النادي. اربعه خمسه قول لي هيكملوا أسمائهم. ان شاء الله يعني. قول لي أسمائهم، تعرف أصول أسمائهم طبعا. ولا لا ده بنحفوه؟ الحاجات دي استاذ. كتر. قول الاسماء اتفضل. قول اتفضل. بقى أنا هختبرك برضه اصل أنت انا يا كمان. كابتن هقول لحضرتك على حاجه، انا بحب دايما كمدرب لازم ابقى قريب من لعيبتي، لازم احبهم ويحبوني، عشان لما يحبوني تحس اول إن أنت حاجه قريب منهم في السن كمان. لا كاكو بيهرج معاهم ويقرب منهم، ودي دي ميزه برضو بصراحه. اختبارات يا كابتن على طول بقى، مثلا قولوا لي اسماء اللعيبه اللي في الفرق ونعمل بطولات كده وحاجات كده. مين بقى؟ يعني عندي كذا لعيبه والله يا كابتن، قول عندي قول لي. عز، عندي عز عز طبعا. ده طبعا عز من ضمن ضيوفنا النهارده بعد ما نخلص لقاءنا مع الكابتن احمد عبد الله والكابتن احمد جمال. ان شاء الله عز هيكون، لان ده احسن لاعب في الدوري، خلي بالك البطوله يعني في عز، السن بتاعه. عز عندي عز، وعندي ادم طبعا. ادم ادم عز بيلعب ايه؟ المساك، عز بيلعب هاف انا ليفت، عارف بس الناس هاف كام؟ ليفت وباك ليفت، باك ليفت وهاف ليفت. وادم وادم سيرد باك مساك. مساك ادم ابو وعندي شعر ده، ايوه مساك جامد ده مساك جبناه عالمي يا السنه دي، كابتن، ده ما شاء الله مساك عالمي جبناه السنه دي من الاختبارات. طبعا الاختبارات دي يا كابتن طارق عملت السنه دي انجاز الحمد لله، يعني السنه دي، ويا ريت نكمل. هنكمل السنه دي ان شاء الله باذن الله. وعندي طبعا اجويرو حبيبك، اجويرو حجازي. حجازي مين اللي جابه؟ مين اللي جاب كابتن طارق النادي يا كابتن؟ ايه مين اللي جاب النادي؟ حجازي الحمد لله بفضل الله، كنا في البلد اسمها سدود في المنوفيه دي في صح؟ المنوفيه، واخترناه انا واسامه حسن كان معايا، وكان معايا اعتقد محمد صابر معاكم في الجهاز باين. جالنا متاخر. جالكم متاخر، واخترناه كلاعب بقولك بيرقص اي حد، اي حد برأس اي حد، فاخترنا لعيب كده قد كده بس حاجه جميله جدا. حجازي ومين؟ وعندي يوسف عادل، يوسف عادل وعندي ياسين مارسيلو طبعا، باك مارسيلو ليفت. الباك ليفت ابو شعر ده، مارسيلو ياسين لعيب جريء وكويس طبعا. وعندي سعودي في نص الملعب، ديفندر جامد قوي برضه، سعودي جايبينه السنه دي صح؟ بالظبط كده. وبرضه في يوسف ايمن فرود، يوسف كويس ايمن مقاتل كده وزملكاوي وعنده غيره كده، تحس ابو ان هو جبل، ابو جبل، ابو جبل. ابو جبل ده، ابو جبل ده محتاج اللي محتاج يتعلم يا كابتن. معلش الراجل لسه لسه اول انا سنه، بعلمه انا بعلمه. سايبه هو ابو يتكلم في جبل القصه انا بتاعته. بعلمه. لا برضه ابو جبل ده يا جماعه، دي يا جماعه على فكره تكريم مش مرتضى منصور و
نادي لنادي للولاد، وطبعا ده الشيك اللي واخدين خاله 30,000 جنيه مكافاه المركز الاول. هنجيب لكم طبعا لقطات مع المستشار المحترم منصور اللي طبعا دعا هذا الفريق للتكريم، وطبعا بنشكره على اهتمامه بقطاع الناشئين والبراعم. ادي المستشار المحترم قدام حضراتكم، بالتاكيد طبعا حاجه هو بيتكلم برضه عن كاس، راجل جميل والحقيقه مهتم يا جماعه بيه. وقال لي على فكره الشيك ده وزعه على اللعيبه، قال لي الفرقه ما مش يعني مش بطمنك يا عم احمد، انا اللي هاخده الموضوع ده على حضرتك، مش الشيك الكبير ده النادي الصغير ده، اخش الصغير اخش. هو قال لي الحقيقه في المقابله دي يا جماعه، بشكره طبعا من كل قلبي، المستشار المحترم دايما ابدا داعم لقاعاته. وخلي بالكم يا جماعه والله النجاح ده من مسانده اداره نادي الزمالك براسم المستشار مرتضى شخصيا على للعيبه دول وللقطاع سواء البراعم او الناشئين.